السلام عليكم. لفظت أمواج البحر بأحد شواطئ ولاية سكيكدا جثة شخص بدون رأس في حالة متقدمة وسط دهشة الجميع. تم انتشالها من قبل أعوان الحماية المدنية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القلة. وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن أعوان الوحدة الثانوية أولاد عطية تمكنوا في تمام منتصف ليلة البارحة و16 دقيقة بعد 6 ساعات كاملة من الجهود لصعوبة المسلك من نقل شخص بالغ مجهول الهوية بدون رأس في حالة متقدمة من التحلل لفظتها أمواج البحر. وأضاف ذات المصدر أن الجثة المجهولة الهوية والتي لفظتها الأمواج بشاطئ خرايف الصخر ببلدية خناق مايون تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل على متن سيارة إسعاف الحماية المدنية وبتغطية أمنية لمصالح الدرك الوطنية.